ازيكم يا مواليد برج الجدي، يا رب تكونوا بخير. توقعات برج الجدي ليوم الثلاث 24 يناير كانون الثاني 2023. لو كنت مرتبط الشعور هيبقى فيه تحريك لعلاقتك للقدام، ده هيخليك سعيد جدا بشكل مش عارف تصدقه. هتحط ايدك بايد زوجك النهاردة او زوجتك وهتبتدي تزدهره اكتر وهيتحرك في الاتجاه الصح. على الأقل كل اللي انت بتتمناه هتبتدي تحس بيه، وكأنك وصلت لكل أهدافك وهتبقى بتقودك انت وشريكك لأفاق غير معروفة. بالنسبة ليك النهاردة، لو كنت أعزب ومش مرتبط هتعز كل أمنياتك اللي بتبتدي تتحقق. هتقابل شخص حلو جدا بشكل مش متوقع، انتوا بالاتنين مع بعض هتحسوا على الفور انكم بتعرفوا بعض زي كأنه من فترة طويلة جدا. كل حاجة بتمشي زي ما انتوا حابين انها تمشي، حتى لو كنتوا متوترين في الوقت الحاضر. عندكم أجهزة تواصل اجتماعي هتجيلكم فيها طاقات حلوة جدا، ومش هتعرفوا بعد كده تمسكوا نفسكم من عليها. عشان كده حاولوا انكم تحبوا من غير ما تخافوا من انكم تعبروا. بالنسبة لك صحيح النهاردة، انت حر في انك تكون على طبيعتك اكتر، فانت مش عارف تخلي اي شخص يبطئك في حياتك. انت مش هتعرف تتابع مسار يعتبر محدد مسبق اكتر، بل هتقوم بانك تنشئ خطوة واحدة في كل مرة. بالنسبة ليك النهاردة مهنيا هتعتبر متحمس جدا للشغل، هتبتدي تحب كل اللي انت بتعمله في نفسك، وهتبتدي تتطلع دايما انك تحسن نفسك في مكان شغلك. هيبقى بيعرض عليك مناصب جديدة في الخارج، خليك مستعد ليها وممكن تقرر انك تقبلها بشكل مندفع.